مادة اللغة العربية المستوى الأولى إعدادية التعبير والإنشاء مهارة توسيع فكرة وتفسيرها تقديم تتيح مهارة توسيع فكرة توليد أفكار جديدة انطلاقا من نص محدود لبلوغ نص أكبر وذلك من خلال مجموعة من العمليات المترابطة التي تستثمر منطلقات بسيطة وتطورها وتثيرها لإضفاء قيمة جديدة عليها وذلك بالانطلاق من الفكرة إلى تفصيلاتها أنشطة الاكتساب لتوسيع فكرة ما ينبغي القيام بالإجراءات التالية إذن أول إجراء هو توثيق النص وذلك قصد استثمار المعلومات والمعطيات التي تبين نص الموضوع كالكاتب والعنوان والمرجع إلى آخره ثاني إجراء هو تقطيع النص حيث نحدد الفكرة العامة والأفكار الجزئية التي تعتبر منطلقا للتوسع الإجراء الثالث التوسيع اللغوي ويمكننا من الوقوف على الألفاظ والعبارات التي تؤتت فضاء النص بحيث يمكن توسيع النص عن طريق الحفاظ عليها الإجراء الرابع التوسيع انطلاقا من التركيب حيث يمكن الانطلاق من جملة بسيطة للقيام بتوسيعها عن طريق إضافة مجموعة من اللواحق الإجراء الخامس التوسيع بالتعريف والشرح حيث نوظف معلومات خارجية لإغناء الموضوع بالتعريفات والشروحات الملائمة الإجراء السادس التوسيع بالشواهد والأمثلة حيث تمكننا هذه العملية من استحضار معطيات إضافية من مصادر ومراجع متنوعة في صورة أقوال
كتاب ومفكرين ووقائع مستمدة من التاريخ أو الواقع أو إحصائيات أو نسب. الإجراء السابع: التوسيع بالمقارنة، حيث تقتضي المقارنة استحضار أكثر من قضية أو رأي أو نموذج لإبراز أوجه الائتلاف أو الاختلال بينها. أنشطة الإنتاج، إذا ندوزو الواحد الأنشطة ديال الإنتاج اللي ستعبر لنا على ما درسناه سابقا. إذا عندنا تعتبر شبكة الإنترنت من الوسائل التي لها دور في تسريع زمن الاتصال، وقد تطورت خلال القرن العشرون حيث أصبحت كثيرة الاستعمال خاصة من طرف الشباب باعتبارها نافذة تصل على العالم الخارجي وكذلك الداخلي قصد تحقيق رغبات متعددة ومختلفة. إنها البوابة الأكبر في العالم التجاري والاقتصادي والثقافي. توسع في فكرة النص، وذلك بتتبعك للخطوات التي درستها في درس مهارة توسيع فكرة. إذا تعد شبكة الإنترنت من الوسائل الاتصالية السريعة التي كان لها صدى من طرف مستعمليها. هذه الشبكة التي أصبحت بوابة لجميع المجالات سواء التجارية أو الترفيهية أو العلاقاتية وكذلك الثقافية، وتعتبر شبكة الإنترنت من الشبكات الأكثر تطوراً وفعالية خاصة الرأسمالي، فهي تربط الاتصال بين العديد من المستعملين لها. هذه التقنية الحديثة التي تؤدي مجموعة مختلفة من الوظائف كما سبقت الإشارة، أهمها الوظيفة الثقافية التي تتجلى في تبادل الأفكار والمعلومات عن طريق الاتصال، كما تؤدي وظيفة اتصالية تتجلى في البريد الإلكتروني. هذه الوظيفة التي أصبحت في متناول الصغير والكبير والتي تشكل إقبالا واسعا من طرف المستعملين، كما يمكن لهذه التقنية الحديثة أن تؤدي وظيفة تجارية تتمثل في تيسير وتبسيط وسيلة المعاملات التجارية والصفقات المالية، لكن تبقى هذه الوسيلة الاتصالية السريعة غير ناجعة وإيجابية مائة بالمائة، بل يمكن القول بأنها لا تخلو من سلبيات وآثار تضرب بالمستعمل الذي أمام اختيارين: إما أن يختار ما هو ثقافي ونافع
أم ما هو ترفيهي وممتع للنفس؟